MashaAllah, Mufti Saab is very hardworking. May Allah subhanahu wa ta'ala continue to utilize him for the service of his deen. And may Allah subhanahu wa ta'ala make this project a success, inshaAllah. Ameen, Ya Rabbal Alameen. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin al-Nabi al-Ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala Muhammadin al-Nabi al-Ummi wa ala alihi wa sallim taslima. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم أنت السلام منك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام منك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام منك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم لك الحمد ولك الشكر كله اللهم لك الحمد ولك الشكر كله اللهم لك الحمد ولك الشكر كله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد ولك الشكر كله واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.